احنا عندنا ديبلوكيتا نظرين. يلا يلا عضو بقى ديبلوكيتا نظرين. يعني اللي انت بقى جماعة مش مجرد حطبها خلخلة او اتحركت في المكان، لا هنا اللي انت اتحركت تماما من المكان حطبها كومبليت ديبليت. طبعا سؤال بقى سؤال ثاني اوي، عشان اللي انت جماعة تتحرك من مكانها تماما لازم يحصل ايه في الفيديول؟ كومبليت تير ولا بارشل تير؟ لازم يحصل كومبليت او توتال تيرينج اوف ذا فيديول. خلاص الزنيول الجديد قطعت والزنيول الجديد قطعت واللينس بقى وقعت من مكانها خالص. This is called dislocation. يلا يا جماعة مش عايز تصد بقى عشان هتلاقيه تحس خلاص. العبارة عن ايه dislocation of the lens؟ عبارة عن displacement of the lens، يعني اللينس اتحركت من مكانها تماما due to total absence او total tearing of the zenules. على فكرة نفس الاسباب اللي بتعمل ديسلوكيشن هي الاسباب اللي احنا بنعمل الحصه اللي فاتت اللي بتعمل ايه؟ طب نتيجه بيقول لك ان اللي يقطع الزنيوز بارشل هو اللي يقطعه وين؟ توت. طب ايه الموست كومن كوز اللي يقطع الزنيوز؟ ها يا جماعه بلانت تروما. اه الموست كومن اكثر حاجه تقطع الزنيوز دي يا جماعه هي البلانت تروما. الموست كومن كوز اللي يخلي اللينس بتتحرك من مكانها او حتى بتلخلك من مكانها هو البلانت تروما. عندي نسأل بعض بقى شوية أسئلة. لو التروما كبير، لو التروما كبير لدرجة إن الزنيوز كلها اتقطعت، مش اتقطعت وبس، واحد خبط ضغط جامد جدا اهو، تروما جامدة جدا، فالزنيوز كلها اتقطعت والتروما كانت جامدة لدرجة إنها قدرت تخلي اللينس تخترق الفيتر، تبص تلاقي اللينس تتحرك من مكانها كده وتخش انسايد ذا فيتر. حد يسميه اللي أنا رسمته ده اسمه إيه؟ اللينس اتحركت خالص يبقى ديسلوكيشن، اتحركت لورا يبقى بنسميه ايه؟ بوستيريور ديسلوكيشن. واضح في وسط الكلام عشان يحصل بوستيريور ديسلوكيشن لازم التروما تكون ايه؟ تكون سيفير تروما، لازم التروما تكون جامده جدا عشان تخلي اللينس تخترق الوجه. طب لو التروما اكتر من كده فيري سيفير تروما ايه اللي هيحصل؟ التروما لما تبقى جامده اكتر من كده ممكن يحصل قطع هنا، قطع فين؟ في السكليرا، بنسميه سكليرا رابشر، انفجار في السكليرا او انفجار في العين بنسميه رابشر قلوب. او لما نيجي نكتب التقرير بتاع العيان بنقول انفجار في مقله العين، يعني العين اتفتح. ايه اللي هيحصل لو التروما اكتر من كده؟ العين هتتفتح خالص كويس وتبص تلاقي اللينس ممكن تتحرك من مكانها وتخرج من الفتحه دي. وبعدين لما اللينس تتحرك من مكانها وتخرج من الفتحه دي تخرج تستقر هنا. ايه رايك اللينس استقرت تحت مين؟ تحت مين دلوقتي؟ تحت conjunctival. ده نوع بنسميه sub conjunctival dislocation. يبقى عشان يحصل sub conjunctival dislocation لازم التروما تكون ايه؟ سيفير. والسيفير تروما خلاص لازم التروما السيفير دي تعمل ايه في العين؟ تفتح العين، تفتح العين بنسميها رابشر جلوب. خلاص؟ اللي دايما بيلخبط الدنيا او بيخليكوا تتخض، ازاي اللينس بقى تتحرك من مكانها وتطلع فين؟ تطلع قدام. ازاي يحصل انتيو ديسلوكيشن؟ طبيعي ان التروما تعمل بوستيريو ديسلوكيشن، طبيعي ان التروما تخلي اللينس تطلع من هنا تستقر تحت الكونجنكتيفا، لكن ازاي التروما تخلي اللينس تطلع لقدام؟ ولكن التروما اللي بتخلي اللينس تطلع لقدام تبقى مايلد تروما من السنين. التروما لما تبقى مايلد يا دوبك تقطع مين؟ الزنيوز. ولكن التروما ما هيش قويه انف لدرجه ان تخلي اللينس تخش جوه اللينس. خلاص التروما هي بتبقى ايه؟ مايلد، تطلع الزنيوز وبس. ولكن التروما المايلد بتخلي اللينس تقدر تخترق الفيت. امال ايه اللي هيحصل؟ هتطلع الزنيوز. طب وبعدين؟ لما العين هنا تتخبط اي فعل يبقى ليه ايه؟ رد فعل. الفيت بتخترق كلها بس بعد شويه ايه؟ يتفرد تاني. هو بيتفرد تاني يزق اللينس يطلعها فين؟ يطلعها في الانتيريور تشامبر. يبقى اللي خلى اللينس تطلع لقدام هو رد فعل مين يا جماعه؟ الفيت. بيقول لك عليه هو الكاونتر اكشن اوف ذا فيتر. الخلاصه بقى، الخلاصه لو التروما مايل يحصل ايه؟ انتيو ديسلوكيشن. لو التروما سيفير اللي انت تخش ها يحصل انتيو ديسلوكيشن. لو التروما اقوى من كده والعين اتفتحت يحصل ايه؟ سابسون كونجكتيفال ديسلوكيشن. ماشي؟ في عيان بقى بيبقى رقيق قوي كويس، تلاقي الانس في الانتيو تشامبر ينام على ظهره، تلاقي الانس دخلت فين؟
في البيت يوقي كده يصلي نفسه تلاقي اللينس طلع تاني ميد لانك ايه ده اللينس بتتفتح نسميها واندرينج لينس عشان يحصل الكلام ده عشان اللينس تطلع هنا بعدين تخش هنا وبراحتها تفضل راحه جايه في شرط يا جماعه ايه الشرط عشان اللينس تخش هنا وبعدين تطلع تاني غير ان البيوت تبقى واسعه لازم الفيترس ده ما يبقاش جل لو الفيترس ده جل هتلاقي تخش جوه ايه تفضل عشان يحصل واندرنج لينز لازم الفيترس ده يبقى فلويد لازم يبقى ليكويفايد فيترس الناس اللي عندهم ليكويفايد فيترس لو اللينز دخلت جوه الفيترس ما بتستقرش جوه الفيترس لو انت طلعتي قدام كده تلاقيها طلعت على فين على انتين شاب ينام تاني تخش وتطلع تاني اللينز المتجوله دي عشان تحصل لازم الفيترس يبقى ليكويفايد الخلاصه اللينز بالفيترس بوستيريور ديستوكيشن اللينز بالانتيريور كامبر انتيريور ديستوكيشن اللينز تحت الكونجنكتيفا سب كونجنكتيفا ديستوكيشن خلاص ايه رايكم بقى في الصوره دي شايفين البيضه الكبيره دي الايه اللينز الناس اللي خدوا رمض عارفين ان اللي ورا ده دي الشبكيه ايه اللي خلى اللينز تيجي بص اللينز هنا اهو الناس اللي هناك اهو بقت قريبه من مين اللي جنبنا تحت هنا الشبكين هذه الحاله هي بتصير ديسلوكيتد كاتاركت اللينس دي كاتاركت وقعت ورا كويس بقت جنب مين على طول اللينس دلوقتي بقت جنب مين بقت جنب الشبكيه دي حاله ايه لما تجيلك اخر السنه بتصير ديسلوكيتد لينس لا كده تاخد نص الدرجه اللينس دي بقى ايه كاتاركت خلاص هو مش نوع بيضاء يبقى دي بتصير ديسلوكيتد كاتاركت طب ايه رايك في دي شايفين اللينس ولا مش شايفينها اي مدوره قدام مين اليوم دي مين دي بقى انتيريور ديسلوكيتد كاتاركت اوف لينس ها انتيريور ديسلوكيتد ايه كلير لينس شايفين تحس ان في نقطه زيت كده هنا خلاص يبقى دي اللينس طلعت قدام انتيريور ديسلوكيتد لينس دي انتيريور ديسلوكيتد لينس بس ايه كاتاركت لينس طلعت قدام وفيها كاتاركت بص الناس اللي لسه جايين عشان يكون عاملين تجهيز بصوا يا جماعه الناس اللي لسه جايه دلوقتي اقول لكم لسه المكان اهي لما تطلع قدام في الانتير كامبر تسميها انتير ديسلوكيشن لما تخش جوه البيتر تسميها بوستيريور ديسلوكيشن طب اللينس ساعات تروما تبقى جامده فالعين تتقطع لسه تقطع فين؟ في الاسكيلا تلاقي اللينس عملت كده وطلعت هنا تحت مين؟ تحت الكونجنكتيفا نسميها سب كونجنكتيفا ديسلوكيشن احنا دلوقتي عايزين نتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف انتيريور ديسلوكيشن دي حاجه خطر جدا يا جماعه على فكره الانتيريور ديسلوكيشن ليه حاجه خطر؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما اللينس تطلع قدام ايه اللي هيحصل؟ انت وهي في مكانها بتبقى فلاج صح؟ لان مين اللي فردها من هنا ومن هنا؟ الزنيوت لما اللينس تنط قدام يا جماعه بتتحول الى كوره او دايره تبقى اللينس تبقى لايك ابلوبيول اوف اويل كان في نقطه زيت في الانتيريور شامبر يبقى اللينس لما تطلع قدام ما عادش في حاجه بتشدها فتبقى سفيريكال لايك ابلوبيول اوف اويل تعال نشوف ايه المشكله بقى اللينس لما تبقى مدوره هتنقط فين اللينس دي بص اللينس بقت فين سقطت في البيوبل قفلت لي البيوبل هيحصل جلوكوما دلوقتي الاكوس اما بيطلع من هنا ويجي يعدي من هنا هيلاقي سكه ايه منتوب يبتدي الاكوس يتحوش ويحصل جلوكوما سببها ان البيوبل اتقفلت لها اسمين اسمها بيوبيلاري بلوك جلوكوما او لها اسم تاني مشهور قوي لازم تعرفه اسمها جلوكوما المعكوسه جلوكوما انفيرتا يبقى يحصل جلوكوما اسمها بيوبيلاري بلوك جلوكوما او جلوكوما انفيرتا ليه الجلوكوما دي معكوسه؟ ان شاء الله لما نيجي ناخد الجلوكوما هيعرف ان علاج اي جلوكوما اطرق مايوبيك علاج اي جلوكوما اسرع تضيق البيوبل ايه رايك هنا لو ادينا زي ما احنا متعودين لو ادينا اطرب مايوتيك يعني البيوبل دي هتديك كده وتديك كده وات ويل اوف كير ذا كونديشن ويل بي ورس طيب على عكس بقى اي جلوكوما عشان يا جماعه الجلوكوما دي تتصنع ادي قدر ايه توسيع ادي قدر التوسيع كده ده البيوبل وقتها كده وقتها كده ومين يعدي الايكو يبقى الجلوكوما دي عكس اي جلوكوما It will be improved by midriatic and it will be worse with myotic. على فكرة الكلام ده مش ايه؟ الكلام ده عكس اللي احنا متعودين عليه. عشان كده بنسميها جلوكوما انفيرتر. على الرغم من ان الجلوكوما انفيرتر دي ركز معايا.
بتتصلح بعطرة الميدرياتيك ولكن لا نستخدمها. ليه ما نستخدمش عطرة الميدرياتيك؟ صحيح الاكواس هيعدي ولكن احتمال كبير اللينت دي تقع فين بقى لما تتوسع في الفيترا. يبقى عطرة الميدرياتيك هتصلح الجلوكوما صحيح ولكن ذا لينت مي بي لوس انفرض زي ايه؟ ذا فيترس. ممكن اللينت تسقط جوه الفيترس عشان كده لا تستخدم عطرة ايه؟ انا عارف ان عطرة الميدرياتيك هتصلح الجلوكوما ولكن لا ايه؟ لا استخدم. يبقى الحالة دي خطر ايه بقى يا جماعة؟ رقم واحد هيحصل جلوكوما. اتفقنا ان الجلوكوما لها اسمين اسمها بيوبيلاري بلوك جلوكوما او اسمها جلوكوما المعكوسة. كمان يا جماعة اللينس دي هتقعد تخبط في مين؟ ايه ده؟ الاندوثيليوم اوف ذا ايه؟ اوف ذا كورنيا. اللينس تقعد تخبط في الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا تورطه. ما في كومبليكيشن في موضوع تاني اسمه كورنيال اوباسيفيكيشن. اللينس اللي طلعت قدام هتدمر لي الكورنيا تعمل اندوثيليوم. ده أسوأ حاجتين يخلوني الحالة دي حالة ايه؟ حالة emergency. نفس التروما. التروما اللي خلت اللينس تطلع لقدام اكيد التروما دي هتعمل ايه في الايرس؟ هتعمل ميكانيكال ايه؟ ايرايت. خلاص؟ واي واحد عنده ايريتوسايكلايت inflammation of the iris تتوقع اللينس بتاعه تفضل كلير؟ اي واحد عنده inflammation داخل العين بيحصل ايه في اللينس بتاعه؟ بيحصل طالع ايه بعد شوية؟ زي ما وريتكم، انا وريتكم الاول اللينس كانت ايه بالصورة؟ كانت كلير، وبعدين وريتكم واحدة فيها ايه؟ كثرة. يعني بعد شوية هيحصل كثرة. رقم خمسة دي بقى سؤال شفر. بيقولك العيان اللي عنده انتيريور ديستروكيشن اخبار الريفراكشن بتاع اخبار النظارة بتاعته ايه؟ هل نورمال؟ هل مايوب؟ هل هايبر متروب؟ تتوقع ايه؟ لما اللينس تطلع لقدام يحصل ايه في الباور اوف ذا لينس؟ يزيد ليه؟ لانها بقت مدورة. بقت مور كيرفد. يبقى العيان ده هيجيله مايوبيا، يعني قوة اللينس هتزيد لان اللينس بقت مور سفيريكال. زمان كانت اللينس ايه؟ الى حد ما سلاك. ده سؤال شافه. اخبار الريفراكشن ايه في هذا العيان؟ حالة الريفراكشن بتاعه زريشن بيكونز مايوبيا. بس ايه شرط عشان تبقى مايوبيا؟ ايه شرط؟ اه صحيح اللينس بقت مدورة وبقت مايوبيا. ايه شرط؟ لازم تفضل ايه؟ كلير. مينفعش فيها ايه؟ كثرة. يبقى عشان يحصل مايوبيا لازم اللينس تبقى كلير لينس. خلاص؟ يبقى نراجع مع بعض تاني. العيان اللي عنده انتيريور ديستروكيشن عايز تحط حاجتين بس اهم حاجه. هيحصل جلوكوما اسمها ايه؟ بيوبيلاري بلوك جلوكوما او جلوكوما انفيرسيف. وهيحصل ايه في الكورنيا؟ اندوثيليال ايه؟ اندوثيليال دامج. وهيحصل ايه في الريفراكشن؟ مايوبيا. خلاص؟ طب سيبوا الانتيريور ديستروكيشن هنعالجه دلوقتي. الانتيريور ديستروكيشن هتاخد البوستيريور ديسلوكيشن. فاكرين البوستيريور ديسلوكيشن حصله ايه؟ حصله تروما. نتيجة التروما او نتيجة الحادثة اللينس وقعت فين؟ اللينس وقعت في الفيترا اهي. قال ايه؟ الفيترا يا جماعة. يقول لك العيان ده اهو بتاع البوستيريور ديسلوكيشن هيتلخبط مع عيان تاني. بص العيان ده عيان كان عنده كاتر. وبعدين يا دكتور كان عنده هنا كاتر اكتر. وبعدين انت عملت له ايه؟ فتحت له فتحه هنا رحت داخل شايل ايه؟ شايل اللينس. رحت مخيط هنا كده. العيان ده بقى اسمه ايه؟ العيان اللي بقى من غير عدسه بقى اسمه افاكيا. يقول لك الاثنين شبه بعض. الكلينيكال فيكتور اوف بوستيريو ديسلوكيشن تقريبا نفس الكلينيكال فيكتور اوف افاكيا. ليه؟ العيان ده انا ببص هنا مش لاقي عدسه والعيان ده انا ببص هنا مش لاقي عدسه. يبقى تقريبا نفس الكلينيكال بيكتشر اوف افيكيا ما فاتفين اثنين. اولا في هنا هيستوري اوف ايه؟ تروم. هنا في هيستوري اوف ايه؟ فوبوليشن. الاول فرق. خلاص؟ ده فرق رقم اثنين. هنا في هيستوري اوف تروما وهنا في هيستوري اوف اوبريشن. في فرق تاني مهم قوي. العيان ده لو قعدت ادعبس انا مش لاقي من الصف لو قعدت دعبت عليها كويس بجهاز الاوفتالموسكوب جهاز اللي بيفحص قاع العين هل اللينس موجوده فين؟ في الفيترا. هنا مهما قعدت ادور عليها الاقيها انا فعلا ايه؟ شلتها. ده اهم فرق. يبقى لا انا يا جماعه هنفرق ما بينهم عن طريق الاوفتالموسكوب. العيان اللي في حادثه هنلاقي اللينس موجوده انسايد ذا فيترا. خلاص؟ حد عارف عشان اللينس دي تبان قوي تبان امتى؟ لو فيها ايه؟ زي ما وريتكم لو فيها ايه؟ كاتاركت. خلاص؟ يبقى هنا اللينس موجوده انسايد ذا فيترس. هنا اللينس ايه؟ اتشال. يبقى البوستيريور ديستروكيشن الخلاصه تقريبا شبه مين؟ شبه الايه؟ شبه الافيكيا. يا ترى اللينس بقى لما دخلت جوه الفيترس ايه مصيرها؟
ما هو مصير هذه العقده؟ ممكن حظ حلو تفضل كويس يعني تعملش حاجه تخش جوه كده وما تعملش حاجه وتفضل الدنيا جميله يعني حظه احسن تخش جوه ومن بيتها في ايه؟ ياكلها تروح صاد ده حظه حلو ده يحصلها ايه؟ ابزوربشن. العيال اللي حظه وحش اللي انت تخش جوه البيتها يحصل ايه في حجم البيتها؟ لما انت تخش جوه يبيء ومن بيتها تطلع لفين؟ يطلع لقدام اهو ممكن لما يطلع لقدام يقفل مين؟ البيوت يحصل بيوبيلاري بلوك جلوكوم. ممكن لما يطلع لقدام يلمس مين؟ الاير يعمل ايرايت. واي ايرايت اي انفليمد ايرس بيطلع منه ايه هنا؟ بيطلع منه ايه في الانتيريور تشامبر بروتين والبروتين دي ممكن تقفل الايه؟ ممكن تقفل الانجل ويحصل جلوكوم. عايز اقول لك ايه؟ ان ساعات اللي تخش جوه الفيترس وتفضل وما تعملش حاجه. ساعات تخش جوه الفيترس ويحصلها ابزوربشن. وساعات تخش جوه الفيترس وتعمل كومبليكيشن. اسوء كومبليكيشن ان الفيترس يطلع لقدام يقفل البيوت يحصل بيوبيلر بيوت جلوكوم. يلمس الايرس يعمل ايه؟ ايرايت. خلاص؟ ده البوستيريور ديستروفيشن. تعالوا بقى نعالج العيانين دول ازاي؟ العيان بتاع الانتيريور ديستروفيشن اول ما النايب بتاعي يكلمني يقول لي يا دكتور احنا عندنا عبثه في الانتيريور تشامبر. اقول له مش هنستنى لحد الصبح. يا دكتور انا جاي لي عيان حتى ببص على اللينس بتاعته يا دكتور لقيتها هنا اهو. لقيتها فين يا ابني؟ في الانتيريور تشامبر. اقول له دي حاله ايه؟ شكرا. دي حاله ايمرجنسي مش هنسيبها لحد الصبح. ليه يا دكتور؟ لان احتمال يحصل بيوبيلاري بلوك جلوكوم، احتمال يحصل ايه بالكورنيا دام، لازم هنشيلها. طيب انا جاي لك اهو في التليفون هنيجي مع بعض نشيل العدسه. انا معاك على ما تيجي يا دكتور هدي العيان ده يعني ما تيجي لي كده عشان نشيلها مع بعض. هتستغربوا انت اديله قطره مايوتكس يا ابني على مكتبي. لا مايوتكس والوورتن انت قلت لنا يا دكتور المايوتكس هتبوظ الدنيا. ايوه يا جماعه ده انا دقيقه وجاي ايه؟ وجاي اشيلها يعني ادي مايوتكس عشان الدور دي تقفل كده تقفل كده. ايه الفايده يعني؟ عشان ما جيت الاقي الانت دي فين؟ في البيت. يبقى هدي مايوتكس تو كيب ذا انتيريور تشامبر. عشان لو على فكره الانت لما تبقى قدام هفتح من هنا اخش اجيبها، لكن لو وقعت مني ورا غالبا انا هجيب دكتور تاني بتاع ايه؟ بتاع الديتريكسون اللي هيجيبها لي من جوه مين؟ الفيترس. يبقى انا هدي اكتر مايوتكس تو كيب ذا لينث ان ذا انتيريور تشامبر. يا دكتور انا عارف ان المايوتكس هيزود الجلوكوم. طيب على ما اجي كده اديله اكتر دايموكس اديله محلول مانيتول عشان اقلل الايه؟ ضغط العين. مش انت لما تدي اكتر مايوتكس البيوبل هتتقفل اكتر والضغط هيزيد اكتر. طيب على ذلك كده روق نفسك يعني اديله حاجات تقلل الضغط. ايه الحاجات اللي بتقلل الضغط كلنا عارفينها؟ عندنا حبوب اسمها دايموكس بتقلل الضغط هناخدها في الجلوكوم. في محلول بيتركب كده انترافينوس اسمه مانيتول هناخده في الجلوكوم. الحاجات دي المهم يعني بتقلل الايه؟ الضغط. الدكتور هيشيل اللينز ازاي؟ يفتح لها من ورا ولا من قدام؟ طبعا هيفتح من قدام. انتيرو ابروتش هيفتح من هنا بس لم وبعدين الحقيقة انا جربتها مرة اول ما افتح بلاقي العيان لسه هتطلع. ليه؟ مش محتاج ان انا اخش اطلع. اول ما افتح لا طلعت لوحدها لان الضغط جوه عادي كويس فبتطلع لوحدها. ما طلعتش اعمل انت هتفضل استنى بقى جنبها زي الولاد استناها تطلع كده هخش اجيبها اعمل ايه؟ قولوا انتوا تجيبها ازاي؟ انا قلت لكم الحصه اللي فاتت ممكن اخش اجيبها بمعلقه. بص معلقه ايه؟ خش كده بمعلقه واروح جايب اسمها ايه دي؟ سكوب. جدع سكوب بس معلقه مش موجود. عندنا جهاز تبريد يا دكتور ينفع؟ اه جهاز التبريد اهو في خرطوم كده نهاية الخرطوم في بروب اهو. افتح الجهاز يتكون ايه؟ يتكون تلج. التلج ده يلزق مين في مين؟ يلزق العدسه في البروب. شد روح العدسه طالعه معاك. استخراج العدسه بالتبريد اسمه ايه؟ كرايو اكستراكشن. خلاص؟ كرايو اكستراكشن. بعد ما بتشيل العدسه يا جماعه مين اللي موجود هنا عامل زي الوحش بقى؟ الفيترس. زمان مين اللي كابح جماح الفيترس؟ وخليني مش عارف يطلع لقدام اللي دلوقتي اللينس مش موجوده. يا ريت تكمل جميلك. اي عيان يا جماعه بنشيله العدسه لازم نشيل انهي بارت. شوف احنا لازم نشيل انهي بارت من الفيترس؟ انتيريور بارت. يا ريت لازم نعمل انتيريور فيتريكس. نراجع مع بعض تاني. يبقى دي حاله خطر ولا حاجه نستنى عليها؟ على خاطر هتديني ايه على ما اجي اشيلها لك؟ هديك قطره مايوتكس تو كيب ذا لينز قدام عشان اللينز هتتقشر
هتخش تفتح تجيبها ازاي يا دكتور؟ هجيبها بالكوبنج، هجيبها بجهاز الايه؟ التبريد. وبعد ما اشيلها لازم اشيل الانتيرور بارت اوف ذا ميتروس، لازم اعمل انتيرور ديتكتور. طب اللينس اللي سقطت ورا دي مش حاجه خطر بقى، اللينس اللي سقطت ورا ايه رايك لو اللينس سقطت ورا ومش عامله حاجه نعمل ايه؟ لو اللينس سقطت انسايد ذا ميتروس دخلت جوه الميتروس اهي ومش عامله اي كومبليكيشن نعمل ايه؟ سيبه. طب احنا فقدنا هنا مين يا جماعه دلوقتي؟ فقدنا اللينس، هنسيبها بس هنحاول نحط مكانها ايه؟ نحط مكانها نظاره، نحط مكانها كونتاكت لينز، على الاقل نحط مكانها هنا عدسه اسمها ايه؟ اي او ريد. يعني هنسيبها ونحاول نعمل كوركشن للافيكيا، تعويض للافيكيا. خلاص؟ طب افرض اللينس اللي دخلت جوه الفيترس دي عامله لي بلاوي بقى، عامله لي اي رايتس وعامله لي لازم ايه؟ لازم نشيلها. السؤال بقى دلوقتي هتشيلها ازاي؟ دي يا جماعه بالظبط عامله زي جيلي كوب جيلي جواها فراولايه. اسمع لا عشان تاكل الفراولايه اللي جوه، عايز تطلع الفراولايه اللي جوه لازم تعمل ايه في الجيلي؟ شيل. لازم هنشيل الفيترس ده كله كله، سواء عيان كبير صغير او سواء عيان كبير، في خطوه ثابته عشان اشيل الفراولايه لازم اعمل ايه؟ بارز بلانا توتال فيتريكتومي. بارز بلانا توتال فيتريكتومي يعني ايه؟ هخش من الحته اللي اهي، فاكرين الجهاز؟ جهاز فيه خروم من هنا كده. هتخش يا جماعه بعد اللمبس ب 3 مللي اسمها منطقه بارز بلان اهي. هو ده الجهاز اهو، جهاز ده بيشفط العدسه، بيبتدي يشفط العدسه او سوري يشفط الايه؟ البيت. هنشفط البيت بس اللي هنا كله. دخلت منين؟ البيت سوري دخلت منين؟ بالبارز بلان. فعملنا بارز بلان ايه؟ انتيو فيتريكتومي؟ لا توتال فيتريكتومي. خلاص شلنا البيتر، شلنا الجيلي، عايزين ناكل الفراوله بقى. لو الفراوله دي صفر يعني لو العيان يونج ايج فاللينس صفر، اقدر اكمل واشيلها بايه برضه؟ بالفيتريكتومي. فاكرين لما بنشيل اللينس بالفيتريكتومي اسمها ايه؟ اسمها لينسكتومي. جدع. يبقى في العيان الصغير في السن اله واحده عملت فيها حاجتين، نفس الاله شلت بيها الايه؟ المترس، ونفس الآلة شلت بيها اللينس. يبقى بنفس الآلة اللي اسمها بتريكتومي ماشين عملت حاجتين، بنفس الآلة عملت ايه؟ واحد اثنين ايه؟ بنفس الآلة عملت بارز بلانا توتال بتريكتومي واستأصلت اللينس اللي سميناها لينسكتومي. افرض العيان بقى كبير في السن، يعني اللينس دي ايه؟ لينس ناشفة هارد لينس. I cannot remove the hard lens by فيتريكتوم. هعمل ايه؟ هنقص الفيتريكتوم ونشيل مين بس؟ مين اللي حواليها ده؟ البيت. طب وبعدين بقى ازاي نشيل اللينس دي؟ مين كده بقى يالف معايا؟ غلط خطر جدا. انا بخش بالاسكوب لما اكون اللينس فين؟ قدام. اوعى تخش بالاسكوب لحد هنا، خش بالاسكوب كده لحد هنا كده اهو، خش بقى جوه ما انتش شايف حاجه. غالبا هنطلع باللينس ومعاها الايه؟ معاها الشبكيه، معاها اللي يطلع في خطر جدا. الاسكوب لما تبقى فين؟ قدام. عمرو بيقول لك ايه؟ بدا يفكر حلو بس طلع غلط برضه، يقول لك نحي انت لايف كده. فاللينس تقوم فوق، كل ما اخش اجيبها بقى تقعد تجري مني يا ولا مش هينفع. جيب شبكه. هنحي ده هو قال بس مش طلعت. مين اللي يا جماعه اللينس بتتساعد عليه كويس؟ البي اف سي. هنحقن بير فلورو كربون اويل، هنحقن بير فلورو كربون اويل. وبيعمل ايه في اللينس؟ طلعها لي يقول لك ايه بقى؟ حقن هنا بي اف سي. ذا لينس ماست بي بروت سوبيريورلي، لازم اللينس تطلع لفوق او تطلع في الانتيرو تشامبر عن طريق انجكشن هنا في مكان الفيتروس بي اف سي بير فلورو كربون اويل. يبقى ذا لينس ماست بي بروت تو ذا انتيرو تشامبر، هيحصل لها فلوتنج بي اف سي. طلعت لفوق يلا بقى شيل ونط بقى، طلعتها فوق يلا خش بقى بالايه؟ بالسكوب. جدع سكوب. اول جهاز الايه؟ التمرين برضه ايه؟ كرايو اكستراكشن. في جهاز قلنا الحصه اللي فاتت طالما اللينس ناشفه ناشفه يكسر ويشيل، يكسر ويشيل، اسمه ايه؟ فراجماتوم. لما اللينس طلعت فوق شلتها بكذا طريقه، شلتها بمعلقه سكوب.
سلسلة في جهاز التبريد كرايو، الجهاز اللي بيكسر ويشيل براجماتو. المهم مش السهل، اوعى تشيل البي اس دي، لازم تعمل ايه في البي اس دي؟ شيله. طيب بعد ما شلنا البي اس دي يا جماعة، واحد يقول لي الحتة اللي هتفضل فاضية يا دكتور، أكيد يا جماعة الإيكوس اللي هنا هينزل هنا كده، الحتة دي هتتملى إيه؟ إيكوس. هتتملى إيكوس. خلاص؟ يبقى نراجع مع بعض تاني، لو الليل بوستيرولي ديستوكيتو. لازم آكل الجيل، لازم أعمل طالع عين كبير أو صغير. برانز بلانا توتال ديستريكتومي. خلاص؟ لو اللينس صح هشيلها برضه بجهاز ديستريكتوم. لو اللينس هارد لازم اطلعها فوق، طلعها فوق من ايه؟ بالبي اف زيرو. لما طلعت فوق انت هتعرف تتصرف معاها، صح؟ اوكي. اي سؤال؟ نرجع بقى للعمليات بتاعتنا. حد عايز يسأل في حاجة؟ يا جماعة لما يجي عيان يعمل عملية من الأول ما بقابله لحد ما بعمله العملية. طيب يا ترى لما عيان بيجي لي قبل يحتفل لك كده كدكتور رمض وتلاقي عيان داخل عليك وعايزين تعمله عملية إن شاء الله هتقول زي ليه النهاردة؟ خلاص؟ هنعمل إيه بقى؟ مش معقولة تاخده من إيديه كده تروح تعمله العملية؟ لازم نعمله الأول بري أوبرتيف إكزامينيشن، لازم نتحطه الأول. هنتحطه جنرال نحضره جنرال بقى. بص بقى نعمل ايه مع العيان جنرال قبل ما نعمله عمليه، لازم نشوف المنتاليتي اند كو اوبريشن اوف ذا بيشنت، لازم نشوف العيان عبيط ولا لا ومدى تعاونه معاه. تفرق معاه في الدكتور في كده تعمل له عمليه؟ لا تفرق جامد، تفرق جامد. عشان بيج عيان عبيط وخواف يتخبط ينام ايه جنرال، عيان محترم كده بحيث ان هو هيساعدك تنيمه لوكال، البيج يبقى في العين بس. خلاص؟ انت عيانين بيبوظوا العملية. والله والله عيان زي من بعيد يعني لسه مش مخربة عينها ولا مستنى خايفة كويس وانا نايمتها له بقيت اشتغل ولسه اتحرك ولا عرفت ازرع لها ولا عرفت اشفط لها الكاتراك اللي عندها وخيطت عينيها كده يعني فتحت وخيطت عينيها تاني كده بالعكس كويس؟ فالنقطة دي مش نقطة اي كلام، مدى تعاون العيان معاك يحدد نوع الايه؟ الانسيبيا. عشان كده دايما في الاطفال او طفل نعيمهم ايه؟ جنرال. خلاص النقطة الأولانية دي مهمة. دي أول نقطة أنت اللي بتحكم عليها، مش معقول يعني هتوديه الدكتور تاني، أنت اللي بتحكم عليها. النقطة الثانية بقى أقول لك تعمل العيان عرض أسنان وعرض أنف وأذن. نعمل له دنتال أند إي إن دي إكزامينيشن. ليه؟ ما ينفعش أعمل عملية في عينيه في عنده سنة مسوية. ما ينفعش أعمل عملية في عينيه وفي عنده تونسلايت. أقول لكم على حاجة، ما ينفعش أعمل عملية في العين وفي أي ست في الفوكس أي حتة في خلاص؟ لازم يبقى العيان فل قبل العمليه. خلاص يبقى اللي بعته هي دنتال اند اي ان تي اكزامينيشن. النقطه اللي بعد كده نعمل له عرض بطنه، احنا عملنا له عرض اسنان، عملنا له عرض عصبيه الاول. ماشي كنا ايه؟ وانا عملنا له عرض اسنان وعرض انف واذن. وبعدين عملنا له عرض بطنه، دكتور بطنه هيعمل ايه؟ هيقيس ضغط الدم. شوف سرعه الناس بتاع العيان البريدنج تايم. هنشوف لو عنده اي حاجه بتعمل حد سترين. يا جماعة أسوأ حاجة تبقى دكتور رمض وشغال كده وفاتح عين العيان تلاقيه بيكون أو بيحصل شغال كده وتلاقي الأيرون بيطلع لأن هيدرا من الحرب كويس كده كانت عندها بتضرب كويس والله دي دكتور عندنا العيان يكون مشكلة والله أقسم بالله إن هذا الموقف بتشتم فعلا وبتضرب فعلا كويس العيان عينيه مفتوحة وهو بيكح يعني الحاجات دي بتعلمها بيبقى بيطلع والله مع الكح انت عارف عامل بقى غلبان انت المفروض تظبطه قبل العمليه يعني عنده امساك عنده كحه الحاجات دي تتظبط قبل ايه؟ قبل العمليه خلاص؟ بعد الدكتور مسالك ايه؟ دكتور مسالك ايه علاقه المسالك بقى بالعين بقى؟ يعني بقى لو عنده بروستاتيك عنده بيت السن راجل عنده بروستاتيك انلارجمنت بيحصل اثناء الاكتريشن فبرضه يتظبط البروستاتيك بعد العمليه يا بيه لا بعد العمليه بعد العمليه بيبقى في غرز لو كح او حد بعد العمليه غرز الفك والعمليه تبوظ ممنوع يحدث اثناء العمليه وايه؟ وبعد العمليه خلاص؟ لا على فكره مش مؤثر كل الكلام ده بيتعمل كل الكلام ده بيتعمل كويس؟ الاعيان عندنا بيتبعتوا في المستشفى يلفوا على جميع الادوار دكتور البطنه ودكتور السنين ومش عارف ايه والجدع بقى اللي يعدي من كل دول والله يعني العيان فعلا بيت يا جماعه اللي عدي انا عندنا في المستشفى في عيانه ماتت كده من حوالي 3 4 شهور طلع الدكتور العيان عشان يعدي من دكاتره البطنه خش اوضه العمليات اخر صعبه قوي لازم العيان يبقى متظبط على الساعه عشان يقدر ايه؟ اخر حاجه بنعملها تحليل بوت ليه؟
لا ينفعش يكون في بس سيرز للبوك، لازم تتعالج الاول. نعمل له تحليل سكر جلوكوز ليفل بلس، لازم السكر يزق، لازم العيان يبقى ايه؟ فل. يبقى فل فل جنرال وفل ايه كمان؟ فل. لازم يظبط سكر برضه. لا فل يعني عنده سكر، عنده سكر كده. ولا مش هيجيله كسر كده. عنده ميه بقى كده عمليه عمليه ازاي؟ على فكره انا لما جيت اعمل عمليه ورديت الكلام ده كنت بقول عمليه وروحت وعاش كل ده عشان انا مسؤول. هو صايم بقى. لكن الكلام اللي بتقول عليه في المستشفى لازم العيان يلف على الناس دي كلها، والناس كلها ايه فري بتاع البطل يكتب لي فري بتاع الجنرال يكتب لي فري بتاع كده. فاهميني؟ العيان فعلا ما بيعديش بقت صعبه جدا عندنا في المستشفى، العيان يعدي من الاختبارات البطل كشف الهيئه على راسه. طب اللوكال اكزامينيشن بقى نعم يتظبط. يتظبط انه من ايام ما يبقاش عنده سكر يتظبط، ما يبقاش عنده ضغط. لا عنده ضغط بس انتوا خاطينه فاهمني ولا فاهمني؟ يتظبط انما انت عمال عليه اصلا عمال عمليه وعنده سكر تعالى فوق احسن انفكشن في العمليه وفوق. يا ريت لو جاي انا هيلبس. طب يا جماعه لازم العيال يتظبط لوكال بقى خلاص بتاع السوق. ما ينفعش اعمل عمليه وفي مشاكل في اللب في ستايل في بلفرايت وواحد عنده كراج كده وانت داخل تعمل عمليه ميه بيضاء. ما ينفعش يبقى فيه ستايل، ما ينفعش يبقى فيه بلفرايت، ما ينفعش يبقى فيه رموز معروفه تريكيه، يبقى لازم اللب يبقى سليم. طب واللاكريمال سيستم لازم الريجيرج تيست يبقى نيجاتيف. ايه الريجيرج تيست ده؟ في تيست خاطب اللاكريمال سيستم. هنا اللاكريمال سيستم تضغط على اللاكريمال سيستم في بعض المفروض ما تطلعش حاجه صح؟ لان كلنا كلنا الريجيرج تيست بتاعنا نيجاتيف. دي عيانين بقى ده اللاكريمال سيستم بتاعتهم اهي كده تبقى مليانه بطل ماشي؟ تيجي تضغط تلاقي البطل يطلع منين؟ من هنا. ده اسمه بوزيتيف ريجيرج تيست. دي الناس اللي التاك بتاعتهم مليانه بطل اللي عندهم كرونيك داكروس ستايل. يبقى العيان لازم قبل العمليه يعمل له ريجيرج تيست ويطلع نيجاتيف تو اكسكلود ايه؟ كرونيك داكروس ستايل. افرض لقينا هنا بطل نعمل العملية نعالج مين الأول؟ الكورونيك داكتوس سبايس الأول، ونبعت العيان يعمل لي مسحة من الكونجنكتايفل، كونجنكتايفل سمير أند كالتشر، ياخد مسحة من الكونجنكتايفل ويشوفوا فيها أورجانيزم ولا لأ. لو لقينا أورجانيزم في الكونجنكتايفل لازم أعمل الأول أدي الأنتي بايوتيك الأول وبعدين يجي لي. ما ينفعش يعمل عملية وعنده انفلاميشن في الكورنيا كيراتايت، ما ينفعش يعمل عملية وعنده انفلاميشن في الأيريس أيريس، ما ينفعش يعمل عملية عنده جلوكوما. لو لقينا جلوكوما ومية بيضة نعمل دين الأول يا جماعة اتفقنا جلوكوما اوبريشن از دان فيرست. ايه رأيك دي؟ دي فل واخد ايه؟ في زين في عملية افتح اعمل كاتراكت واعمل جلوكوما في نفس العين واحاسب على الزين بس يا جماعة. يبقى الرأي الجديد يقول لك اعمل ايه؟ اعمل كومباين. تعالى الدكتور شاطر شوية كومباين على فكره. دي فيها مين؟ بس هتجيب دكتور بنج واحد تديله بيز واحد. انت بتحدد دكتور بنج تديله بيز واحد كويس، والممرضات والعقارات كلها ايه؟ رشه واحده. انت الوحيد اللي واخد اثنين ومحدش واخد باله وعده واحده بس. شوي لا هتجيب عده الجلوكوما تجيب عده الدنيا ماشي بس عده واحده. انت شاري عده قريب في المؤتمر يوم الجمعه عده زي الفل. الانسان فرصته الهندي ب 200 جنيه، فرصته الالماني ب 900 جنيه، اشتري مين طبعا؟ الالماني يا باشا. الهندي؟ لا مش وصلتش الدرجة دي حبيبي. ما وصلتش الدرجة دي، الهندي زي الفل. يا باشا الالماني يا باشا. سيب تعمل كل حاجة. عندنا عندنا في المستشفى عندنا تيجي كام كيلو؟ انت خير الالات تعمل 6 جنيه، مفيش كده وخير كده ايه؟ يكرم البتاع. انا عن نفسي انا الحمد لله كان معايا فلوس بشتري العده بتاعتي معايا. يعني زمان لما يجوا يشتغلوا في المستشفى كويس بيطلع اروح يجي يمسك القرنيه تتحط في شهر كده يجي يمسك العكس انا بيكسر الجهاز بتاع تلاقي المفروض السن يمسك كده على فكره يمسك كده السن عامل كده. هيمسك ازاي ده؟ الالات من زمان وباظت. يعني المفروض كده اقفش الكبسول كده واعمل ده كده تلاقي بتاع كل اللي عندنا الالات عامله كده. فانا بجيب الالات بتاعتي اعقمهم يا جدعان واشتغل. يعني بجيبها معايا في كيس خد يا عقمي الالات بتاعك العقم خلاص يا جدعان كويس؟ يعني نصرف على المستشفى على الشغل. والله عبد الحكومه عشان تقدر تجيب لي كل شيء
انت بتكتب قد ايه انا عندي في عيال حقوده بقى يالا ليه الدكتور يكشف كلاته ايه يا ماما ليه بتعب انا حضرتك عندي بتاعه بقى انا عندي من حاجات بتزعلني بس مش انا شغل يعني خد طيب من تمام كويس وبسمع كلام بودني والله العظيم ويعني بغضبش لان عندي بقى هم مش شايفيني عبد الحليم انا مش مجموع وقتي كده والله ولو مثلا واحد زي انت كان بتسجل لي اول مره بقى فين بقى ملايين تمشي على الارض الفيديو اللي يفتح انت وزي ما حد عارف انا عندي ايه كويس اللي عاجبه وعبد الحليم على على بعض لو جدع كويس عن بس خدني كده على بعضي المشاكل اللي عندي بالفلوس كويس عن بس صدقني هيرفض وبعضه هيرفض انا عارف انا بقول لك كل واحد عنده اللي مكفيه والله كل واحد عنده اللي مكفيه وانا عارف الفلوس بتتصرف في ايه اللي عايز يبدل ياخد ايه بدل على بعض مش انت من زمان يا ضايع تسمع حسب زوجتك بتبقى ايه بتترعى والله بس انا عندي حاجه يعني كل واحد ايه ما عليك اعمل لك حاجه لو انا عندي ولد فايش صوره ربنا بيدي كل واحد ما عليك خلاص بقى ده معايا في ايديكم خليك بقى معايا خلاص معاك يا باشا ايوه عندك مشيت في ايده لازم عرفنا والقط سير اسود العين عنده كبد وعنده الرتم بايظه والقط كبير بايظ مفيش داعي نتعبنا بس هنعمل عمليه زي الفل كويس والعين مش هيعجبه لانه مش هيشوف لان الرتم بايظه القط كبير بايظ يبقى لازم نطمن عرفنا والقط كبير اسود ما انا عارف يعني ايه ساعات الكتف زي الاذن يبقى مديور لدرجه انا مش عارف اشوف من وراه يعني جيت افحص طالع عين اي كان نص ايه ده رتنا اي كان نص ايه ده ايه شرب كتير فاعمل ايه لو الكاترة تقيز ماتيور او ديست بنا من حاجة ما يخص الغراض الشبكية رتنا فانكشن تيست هنقولهم دلوقتي رتنا فانكشن تيست دي اهم حاجة لازم الرتنا فانكشن تيست تطلع جود وانا ايه اعمل عملية خلاص طيب لازم الايد الفيجن طبعا مش معقوله تعمل عمليه من قبل ما تعرف الفيجن والفيجن هنا مهمه ايه لازم الفيجن يبقى ماشي مع الكاتره بس لازم الفيجن يبقى كورسبوندنج تو ذا كاتر يعني لما الاقي الكاتره كده اعرف ان اقل فيجن ممكن اوصله هاند ممكن مفيش اقل من كده لما الاقي الكاتره كده موجودين كاتره كده اعرف ان الفيجن ما اخره وده تشكيل ما ينفعش يبقى اقل من كده يبقى لازم الفيجن يبقى ماشي مع الايه مع الكاتره الفيجن يبقى كورسبوندنج تو ذا كاتره اجري طلع العكس يعني انا عارف ان الفيجن ده اخره هاند ممكن لقيت الفيجن بي ال او نو بي ال يعني ايه ده دي ال يعني برسبشن اوف لايت شايف الضوء كده بالعكس او حتى مش شايفه نو برسبشن اوف لايت يبقى منظور الضوء كده على فكره مفيش اي كاتره في الدنيا يعمل دي ال او نو بي ال طالما الفيجن وصل لهذه الدرجه دي ال او نو بي ال يبقى منظور الضوء كده يبقى اكيد معانا ريتن الابسكشن اند اوبتيك نيرف ابسكشن الخلاصه لازم الفيجن يبقى ماشي مع الايه؟ مع الكاتره خلاص؟ طب احنا قلنا بقى لو ما انتش قلت تشوف الشبكيه هنعمل ايه؟ ريتنال فانكشن تيست. الريتنال فانكشن تيست حاجتين كبار. هنطمن على السنتر اوف ذا ريتنا او نطمن على البريفري اوف ذا ريتنا. في عندي سنترال ريتنال فانكشن تيست او بنسميها ماكولار فانكشن تيست او بنسميها كون فانكشن تيست. ساعات من اكثر الطفل موجود في الماكولا او موجود في السنتر هو مين؟ هو الكون. السؤال بقى دلوقتي ازاي نطمن على السنتر اوف ذا ريتنا؟ اول ما طلع وشها عن طريق الفيجن. ايه رايكم لو لقينا الفيجن بي ال او نو بي ال؟ فغالبا العمليات تطلع كويسه قالوا لنا الريتنا ايه؟ بايظه غالبا عمليات الابايات بروكنوز في مقوله مشهوره عندنا حافظينها احنا في منطقه النار نو بي ال نو سيرجري مهما الان قاعد يعيط نو بي ال نو سيرجري انت مش شايف النور ان هو مش موضوع الموضوع ميه بيضاء يا حاج الميه البيضاء ما بتعملش كده انت عندك الشبكيه بايظه انا مش هعمل عمليه
نو بيرسبشن اوف لايف. يبقى الانسجن لو وصل لدرجه الدي ال او نو دي ال مفيش داعي تتعب نفسك وتعمل ايه العمليه، متبقاش متبرع انا هعمل عمليه ومش عارف ايه للعيان، يبقى العمليه قصه بعد العمليه للاسف. العمليه انا عايز اشوف بقى، ما احنا متفقين حضرتك ما جيت انا عايز اشوف، ما انا عملت عمليه ليه؟ كويس؟ نو دي ال نو ايه يا جماعه؟ نو سيرجري، مهما العيان حاول معايا. يبقى اول حاجه اطمنا على السنتر اوف ديريشن عن طريق الفيجن، ثاني حاجه عن طريق الكلر فيجن مش الفيجن. لو العيان يقدر يشوف الالوان يبقى عنده السنتر اوف ديريشن كويس. ماشي؟ طب ازاي نشوف بقى الكلر فيجن؟ في طرق زي يا جماعه دي زي اللي بنتعاملها في كليه الشغل. مين يقرا الرقم اللي على اليمين والرقم اللي على الشمال؟ 42 و29. في ناس مش شايفه البتاع ده اساسي. لو في حد ما قدرش يقرا 42 و29 يبقى عنده مشكله في اللون الاحمر. مش هنقلب على الحته بره. خلاص؟ كل واحد دي اسمها اشهاره كارد، كروت اشهاره. ممكن بكروت كده الارقام، وممكن يا جماعه ايه؟ ممكن تعبان كده. ايه ده؟ قابلت العيان قلم واقول له امشي على التعبان ده. يعني بقى ايه؟ ما يعرفش. ما اشهاره كارد. استخدم الاشهاره كارد تيجي العيان كتركت لا طبعا. ليه؟ العيان كتركت مش شايف من الكارت ده كله. مش هينفع الاشهاره كارد في العيان كتركت. امال نعمل ايه بقى؟ نستخدم كلر في ديسك. نجيب اقراص ملونه كده قرص ازرق احطه كده، احط نور من هنا. اقول له شايف ازرق خلاص. اجيب قرص احمر احطه كده واقول له شايف النور احمر. اجيب لفظ اسمها كلر ديسك. طيب مفيش دي ومدي مش موجود عندنا الكلر ديسكت ومش موجود عندنا الاشهار الكلر، اتصرف ازاي؟ لو سالكوا دي سالكوا رفع ازازه الارض. عندنا ازازه كل ازازه الاقرى كل جروب، يعني مثلا جروب الانتي بايوتيك لون الازازه بتاع البوش لون الغطا بوشي، جروب قطرات التوسيع قطرات التوسيع لون ازازه مش الازازه لون الغطا احمر، قطرات التضييق قطرات المايوتيك لون الغطا احمر. ممكن استخدم الالوان دي عن طريق ان انا اشوف الايه؟ كلر. انا اتصرف يعني لقيت عليك مفيش كلر ديسك مفيش اشهار كلر اتصرف اذا غطا ازازه الايه؟ توحش غطا ازازه خلاص يبقى شفنا الكلر فيجن. بعد كده الديوبيلاري رياكشن. ايه رايك؟ لو انا حطيت تورش على البيورل دي البيورل ده اشتغل زي الفل، يبقى الريتنا ايه؟ عشان دوبت دي لازم الريتنا تبقى ايه؟ سليمه. يبقى لو البيوبل رياكتف شغال يبقى الريتنا كويس، اطمنت على الريتنا عن طريق الديوبيلاري رياكشن. طب امتى البيورل ما تشتغلش؟ امتى البيورل ما تشتغلش؟ لو في مشكله في الاوبتيك نيرف. لو الاوبتيك نيرف ده باين البيورل مش هتشتغل. لو في اوبتيك نيوروباثي يعني مرض في الاوبتيك نيرف او اكستنسيف ريتنال او الريتنا كلها بايظه. لو الريتنا كلها بايظه فعلا البيورل مش هتشتغل. يعني لو في اكستنسيف ريتنال ديزيز زي مثلا توتال ار دي توتال ايه؟ ريتنال ديفكشن. خلاص؟ لو البيورل شغاله يبقى الريتنا زي الفل. لو البيول بايظه او البيول مش راضيه تضيق مع الضوء عندي احتمالين، والاحتمالين زي الزفت، يا الاوبتيك نيرف اللي بايظ يا الريتنا فيها اكستنسيف ريتنال ديزيز. عايز اقول لك ايه؟ يعني مش حته في الريتنا هي اللي بايظه، لو حته في الريتنا هي حته صغيره البيول بتشتغل بره، عشان البيول تقف لازم يكون الريتنا ديزيز ايه؟ اكستنسيف. خلاص؟ رقم خمسه هنشطب عليه. رقم اللي هي الفورمتين، تيستنج الفورمتين، مش عارف رقم كام عندي. في تيست تاني اسمه بي اي بي، انا شرحته قبل كده يا جماعه فاكرينه؟ شرحته قبل كده بالاطفال، فاكرين لما تيجي تقيس الفيجن في الاطفال تحط شركة كهرباء هنا ويرسم لي الكهرباء كده كيرف اسمه ايه؟ دي اي بي فيجوال ايفوك ذا بوتنشال. يا جماعه بجيب العيان واحط سلك هنا على الاوكتنتال كورتكس والسلك ده متوصل بمونيتور كويس؟ لو في كهرباء طلعت من العين للاوكتنتال كورتكس هيتقسم الكيرف محترم كده. امر ده الرجل بايظه. مفيش اي كهرباء وصلت من هنا لهنا. هتلاقي كتير طالع ايه؟ فلاش. اسمه في اي بي فيديو ايفولد بوتنشال. اهم تيست هو اللي جاي لانه عملي جدا وسهل جدا وببلاش. ببلاش. كارت بنجيب كارت كده اسمه انتلر جريد شارت اهو. كارت طوله 10 سم 10 سم ومتقسم لمربعات صغيره بقول العيان بص على النقطه اللي في النص دي. شوف اي خط معوج يبقى المكنه بتاعتك كويسه. حد شايف اي خط معوج؟ مش بهزر. حتى شايف اي ديستورشن في المايك العيان عنده مشكله في المكنه هيشوف كده.
لا ممكن تلاقي خط معروف بسيط استجماتيزم على الكشف. لو خط معروف بسيط يبقى ايه؟ يبقى عندك استجماتيزم. لا لازم انا اعوض جامد كده. اسمه ايه الكاترة؟ انسر جريتشارد. عندهم كلام كتير قوي قوي الناس كلها بتقصوا بقى الحاجات اللي عندك. اكتب ايه ديستورشن كلمتين وخلاص. ايه ديستورشن؟ لو في حاجه معروفه يبقى في ماكيولار ليجن بس كده. ايه ديستورشن يبقى في ماكيولار ليجن الباقي مش عارف. كل ده انا بطمن على ايه قبل ما اشتغل؟ بطمن على ايه؟ بطمن على مين قبل ما اشتغل؟ طبعا حضرتك اخر تيست برضه سهل سهل برضه مش هيكلف العيان حاجه. اسمه مانولار فوتو ستريس بجيبك واقيس لك البيست فيجن. الاخوه الكتب خليكم معايا خليكم معايا. ستة بالعكس ماكلر فوتو ستريس تيست بجيب العيان واقيس له البيست فيجن مثلا طلع احسن فيجن عنده في الكاتش كويس. وبعدين اجيب تورش جامد نوره جامد جدا واحطه قريب من عين العيان على بعد 3 سنتي لمده 10 ثواني. اه انا فاكر الحكايه دي يا جماعه. نظرك بعد على طول ايه اللي بيقوله ولا بيزيد؟ اي واحد تعرض وهو جايب النظره بايه؟ يلاقي الدنيا مسبله نظره بيقل خلاص؟ يبقى نجيب تورش نحطه على بعد 3 سنتي لمده 10 ثواني ماشي يا جماعه؟ واشوفك هترجع للستة ستة بعد قد ايه؟ المفروض ترجع للبري تيست فيجن للستة ستة في وقت لا يزيد عن 50 ثانية يبقى انت محتاج كويس خلاص؟ اسمه العيان عشان يرجع للستة ستة عشان تحتاج نص ساعة محتاج 10 دقايق كل ده يبقى ايه؟ يبقى بايظ يبقى الريتنا بايظة اسمه ماكولار فوتو ستريس. يبقى انا بقيت ايه بهذا الست؟ بقيت الوقت اللي انا هاخده عشان ارجع لايه؟ للنورمال عشان ارجع للبري تيست فيجن اللي هو اديتكم مثال هنا اللي هو كان كام على كام؟ 6 على 6. المفروض ارجع للفيجن الكويس في وقت لا يزيد عن في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. تاني هجيب الفيجن بتاع اي واحد يطلع 6 6 هجيب فرصه مع مين؟ دور دور جامد نظري ايه؟ يل اشوف هو هيرجع للفيجن الكويس بعد قد ايه؟ المفروض يرجع في وقت لا يزيد عن كام؟ المفروض يرجع للفيجن الكويس في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. خلاص؟ اسمه عشان يرجع للفيجن الكويس العيان كانت دقيقة 2 3 4 كل ده معناه ان الريتم ايه؟ طيب الريتم ما بتقدرش تريجنريت تاني خلاص؟ كده احنا طمنا على مين؟ على مين؟ على السنتر. ازاي نطمن بقى على البريفري اوف ذا ريتم مسؤول عن البريفرال ديزيز. البريفري كانت شبكية هو اللي بيشوف البريفرال ديزيز اللي انا شايفه قدامك البريفرال ديزيز. إذا هنطمن على البريفري اوف ذا ريتنا عن طريق ان انا اعمل فيلد انترفيو. ايه الفيلد بتاع العيان؟ في طرق عشان تقيس الفيلد طرق حديثه طبعا بعيده. ده جهاز اسمه اوتوميتد بريمتري عن جهاز الريت الفيلد. العيان بيحط لهم الجهاز مش يا جماعه في جوه شاشه في جوه نص كوره كده والشاشه دي عليها لومه كبيره وبس العيان لو زرقت واقول له نور فيه نور هيظهر قدام كل ما اشوف النور ايه؟ اضغط اللي انت شايف اضغط اللي انت شايف فاهمني؟ كويس؟ النور يقعد ينور ينور العين بيضغط العين زي الفل. النور قاعد ينور هنا في الحته دي وعين مش شايف الحته دي تطلع ايه؟ بايظه اه اسمه بيري ميتري. بس عشان العيان يشوف جوه يشوف النور جوه لازم نظره يبقى من 6 6 لحد اقل حاجه 6 60 نظره اقل العيان نظره اقل 6 60 مثلا لحد 61 اعمل ايه؟ مش هينفع تتوقع. هنستخدم التست ده اقل شويه يجيب العين كده العين يغطي عينيها اليمين والدكتور يغطي عينيه الشمال كويس ويبقوا على قريبين من بعض مثلا 60 سنتي او ساعات متر كويس. وبعدين الدكتور ايه يقول للعيانة لما تشوف الصباع يقول لي ويفضل يجيبه كده المفروض انا والعيانة نشوف الصباع ايه في نفس الوقت الصباع جه قدامي كده وهي لسه مش شايفاك معناها مشكله في الايه؟ في الفيل. فاعمل كده كده من تحت كده من فوق كده من هنا كده اسمه كونفرنس خلاص؟ لازم الدكتور يكون سليم طبعا الدكتور السليم ما يعملش التست ده لان انا بقارن الفيلد بتاعي بالفيلد ايه؟ بتاعها باعتبار ان انا نورمال اسمه كونفرنتيشن تست عشان تشوف صباعي هي لازم نظرها يبقى ايه؟ لازم 61 ل 61 او ممكن اعلى من كده على فكره لو نظرها اقل من 61
شايفه ايه؟ شايفه صباع يعمل ايه؟ لمبه بس انا من خلال الحرجه دي طريقه ثانيه خليك معايا لو هي نظرها اقل من كده اقل من 61 مش هتشوف صباع بتقولش بقى ازاي باجي بتقولش كده وانا ورا اقول له طب العيان اقول بص قدامك احط بدل الله وانا ما بصش للتورش لو بص للتورش كده هنشوف السنترال فيجن هنعمل سنترال فيجن اقول له قول لي النور جاي منين يقول لي ايه يقول لي انا التورش اهو يقول لي يا دكتور النور جاي من فوق خد بالك ما تخلوش يعمل كده معايا نور جاي من فوق جاي من اليمين اهو جاي من تحت جاي من الشمال كده يبقى هو قدر يشاور على الضوء كده قدر يشاور على الضوء نسمي التست ده بروجيكشن اوف لايت لايت بروجيكشن اذا فيجن كان بروجيكت على اللايت لو قدر يشاور على اللايت يبقى عنده جود بروجيكشن لايت بروجيكشن امتى ارجع للتست الاخير ده بتاع التورش ده لو نظر العيان ايه قليل دي كمان شروط وانا اعمل التست ده لازم القرص يبقى ضلمة، ولازم العين يبقى ضلمة فين؟ قدام، في شرط تاني لازم العين الثالثة تبقى متغطية. لأن يا جماعة لو العين دي بايظة والعين دي سليمة وأنت بتشاور كده هتشوف الإيه؟ السليمة. يبقى لازم العين الذي لا الذي لما عملنا اختبار عملها إيه؟ كفرتين. دي ثلاث شروط عشان أعمل لايف بروجكشن. في طريقة ثانية علشان اختبر بيها البريفري اوف ذا ريت انك تقيس او تست الدارك ادابتيشن مش تشوف الميل لا تشوف الدارك ايه الدارك ادابتيشن ده كلكم جربتوه بس مش عارفين اما تيجي كده من بره كويس وتلاقي مثلا باب الشقه اللمبه اللي على الشقه مضلمه تلاقي نفسك مش عارف تحط المفتاح والدنيا ضلمه صح؟ بعد شويه بتلاقي الدنيا نورت وقدرت تحط المفتاح صح؟ ليه؟ لأنك بعد شوية تعودت على الضلمة. اسمها ايه دي؟ تبدأ تتأدبت على الضلمة، اسمها دارك ادابتيشن. المفروض إن الشخص النورمال يتعود على الضلمة في وقت مش عارف قد كده. خلاص؟ يبقى ازاي تختبر اللي مسؤول عن الفكرة المسؤول عن إنك تتعود على الضلمة، المسؤول عن الدارك ادابتيشن، أنهي جزء من الريتن على الفكرة؟ خلاص؟ في جهاز موجود في مستشفى الشرطة، مش موجود أي حتة في مصر في مستشفى الشرطة في مصر. بس ده يقعد يضلم وينور وحاجات كده يضلم الدنيا ويوديش نور كده يقعد يجيب مش عارف ايه يشوفك بتتعود على الضلمه ولا جهاز كده غريب كده اسمه دارك ادابت عليكم المهم يا جماعه اقدر اطمن على البريفري اوف ذا ريتنا ان انا اشوف ايه فين الفيل ان انا اشوف الايه دارك ادابت مش عليكم خلاص لو عيان ما بيتعرفش يتعود على الضلمه اللي عنده وش بط اوف ذا ريتنا از وايت ماشي؟ جربتوا في الموضوع ده صح؟ ده الدنيا ضلمه وبعد شويه بتتعود على الشقه، يعني الشقه ضلمه ونور اكتر. نور يقطع، في الاول تلاقيها مش شايف صح؟ وبعد شويه تلاقي بدات تعرف تمشي. مش كده مش ده بيحصل؟ مش كده؟ في حاجه اسمها دارك ايه؟ دارك ادابتيشن. ماشي؟ اول ما تخش السينما تلاقي الدنيا مضلمه بعد شويه تشوف الناس اللي قايمة. اه السينما حرام. دي حاجات تانية عشان اقدر كده عشان اطمن على الريتم. ايه السونار؟ الالترا ساوند، السونار الاشعه التلفزيونيه ماشي؟ سونار كلنا عارفينه طبعا. سونار بتاع الرمل في عندي اثنين نوعين، في نوع اسمه ايه سكان وفي نوع اسمه بي سكان. الاي سكان ده بص لو دي الريتنا بتاعتك او سوري لو دي العين بتاعتك الجهاز بتاع الاي سكان بيطلع لي صوت العين، هو بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي سبايكس او ويف. طبعا سبايك او يعني جهاز يجي عند عند الرجل تلاقي عامل ويف عند اللاس يعمل ويف عند الكورني يعمل ويف وتيجي تطلع له اللي هو القديم تطلع له يبقى جهاز الايس كان بيعمل لي ويف ايه رايكم؟ لو انا قلت المسافه من هنا لهنا يبقى ده الدبت اوف ذا ايه؟ اوف ذا اديوشن مش ده المهم المهم لو انا قلت المسافه من اول ويف لحد اخر ويف ده الايه؟ ده اللينت اوف ذا ده الاجزي اللينت ده طول العين طول العين
في معادلة كده نقولها في الحصة الجاية ازاي نقفل البرق وفي قلبه. انا دلوقتي راح اعمل عملية عيان كويس، المفروض قبل ما اعمل عملية اقول العيان روح لي المستشفى الفلانية اللي عندهم جهاز السونار ايه لي قوة العدسة وتعالى. والدكتور قالوا لي ان انت هنحتاج تركب عدسة بعد العملية، يعني اثناء العملية عدسة 18 كان انت محتاج عدسة 19 كان انت محتاج عدسة 20. بنحسب ازاي قوة الايوري المعادلة. المعادلة دي فيها حاجات كتير قوي انا طالبها، بس انا حاجات ان انا طالبها طول العين الابيض لينت وبقيت مهم ماشي يا جماعه. يبقى انا محتاج طول العين ليه؟ انا احط في المعادله اللي انا بعمل بيها ايه المعادله اللي انا بجيب بيها البرر اوف اي او ايه او الكنترول اوف اي او ايه. المعادله اهي انا هاخدها ان شاء الله منك جدا. خلاص يبقى عندي معادله عشان اطلع قوه العدسه اللي انا محتاجها. في عيان بشتري له عدسه 20 واركب ايه؟ يعني بشتري له عدسه 18 او او خلاص عشان اخد طول العدسه اللي كل واحد فينا محتاجها لا قدر الله كويس. محتاج ايه طول ايه؟ طول العين. اللي بيقيس طول العين بقى هو جهاز الاي سكان او له اسم تاني مهم على فكره اسمه البايومتري. هوريه لكم اهو بصوا اهو دي الصوره طبعا كده عباره عن ايه؟ ويف. وعلى فكره الجهاز بياخد طول العين ويحطه في المعادله ويخلص ويجيب لي كده. بص فيه يقول لي انا اللي عندي محتاج عدسه كام؟ 26 ونص. ده اسمه ايه سكان؟ له اسم تاني اهم اسمه ايه؟ او على فكره مكتوب هنا اهو اهو شايفين؟ مكتوب ايه؟ بايومتري. الجهاز ده نفسه اهو جهاز اهو جهاز الكمبيوتر اهو. انا معاك في زرار يجيب لي الاي سكان وفي زرار يجيب لي الايه؟ الاي سكان. وده الصوره هي اللي انا هطبعها. على فكره الجهاز ده يجيب لي صوره ثانيه صوره كده ثانيه ده بي سكان. انا الحته البيضاء اللي قدام دي اللينس وده مين؟ الفيزر. ودي مين؟ تجيب الشادو ده الشادو ده ده الاوبتيك نيرف. الكورنيا ما بانتش لا الليد ما بانش لا. الجهاز بيجيب لي من اول الليمش. هو انت لما تروح تعمل سونار على البطن على سونار على الليفر قلت لها ايه احط لك السونار كده عشان نشوف لك الليفر بتاعك ده السكن مش باين صح؟ ولا الانشور ابدومنال ولا المصل. اول حاجه معانا الليفر في حته ما بين البروب وما بين وما بين اول صوره اسمها ليد ازاي ده في الفكره. نحط في البروب هنا لا الليد يبان ولا الكورنيا يبان ولا الانشور شامبر يبان. الجهاز بيجيب لي من اول الايه؟ الليد. خلاص ماشي؟ ايه رايكم بقى لو في متر فيها مرش هيبان لو الليد عامله كده خط ابيض كده يبقى في ايه؟ مش متر لو في حته حديده هنا فورين بودي ما يبانش. ده اسمه ايه؟ البيت كان. يبقى البيت كان بيوريني بيكتشر بشوف فيه بيتنس نيمبرز بشوف فيه تيومر. لو فيه تيومر تلاقي تيومر الطبيبه هنا كده لو فيه تيومر سامعني ولا مش سامعني؟ ده اسمه ايه؟ بيت كان. اهو اللي فوق بيت كان واللي تحت ايه؟ اللي تحت ايه سكان. هذا الجهاز اهو العيان اهو حاطين البروب على البروب بتاع الصغار على عينيه وده ده اللي طالع. ايه ده بقى؟ ده الاي سكان. فاهم؟ انا بقول لك ان العدسه قوتها كام؟ مش هقول لي على كام؟ 23. انا مش هقول لي على رقم. طيب في اجهزه احدث عشان اطمن على الشبكه. اجهزه عامله زي رسم القلب. اجهزه عامله زي رسم القلب. واحد اسمه اي ار جي واحد اسمه اي او جي. اي ار جي الكترو ريتنوجرام. اي او جي الكترو اوبلوجرام. في الاثنين سلك على العين. السلكه دي هتاخد الكهرباء اللي في الريتنا ونرسمها. جهاز الاي ار جي انا بحط الالكترود او السلكه على الكورني. هوريكم دلوقتي. جهاز الاي او جي انا بحط السلك على الميديال كانسس واللاترال كانسس. بصوا كده. اهو السلكه فين؟ كل ما السلكه دي بوصلها بكام؟ هيرسم لي كيرف دلوقتي. طب هنا في اللي جاي ده اي ار جي. طب وده شايف السلكه محطوطه فين؟ على الميديا كانتس واللاترال كانتس. يبقى ده اي او جي. الاثنين اي كهرباء بتيجي في الايه بتيجي في السلك ده وبتقول عليه ده اقسمها ثلاث كهرباء بتاعت الاي ار جي تبقى عامله ازاي؟ تبقى في ودن تحت كده ودن فوق كده. اللي تحت اسمها نيجاتيف ايه ويف واللي فوق ده اسمها ايه؟ بوزيتيف بي ويف.
اللي تحت الاي ويف نيجاتيف لانها تحت، الدي ويف بوزيتيف لانها لفوق. طالما نيجي ناخد الشبكيه، لو خدنا حته من الشبكيه وكبرناها يا جماعه، حته من الشبكيه وكبرناها، ده الاوبتيك ديرف وده قطعه من الشبكيه، هنلاقي الشبكيه 10 طبقات. اول طبقه عباره عن فوتو ريسبتور، لو دخلنا جوه شويه هنلاقي خليه اهو اسمها باي بولر سيل. الكهرباء اللي طالعه من الفوتو ريسبتور هي اللي بترسم الاي ويف. الكهرباء اللي طالعه من الباي بولر سيل هي اللي بترسم الدي ويف. اذا لما عيان الاقي الاي ويف سليمه وهي الدي ويف هي اللي بايظه في عيان، يبقى العيب مش فرقتنا كلها في مين؟ الباي بولر سيل. فهمتوا؟ اقول لكم على حاجه، الدي ويف 3 دي هي دي ويف وبوزيتيف وطالعه من الباي بولر سيل. دي وي بتاعتها دي هي دي وبوزيتيف وطالعه من ايه؟ الباي بولر سيل. ها؟ دول الارض اي جهاز له ارض؟ الارض بتاعتها. اه يا جماعه دي مين؟ ودي مين؟ دي وي. دي وي طالعه من الريسبتور. الدي وي طالعه من ايه؟ مكتوب اهي؟ الباي بولر سيل. الاي وي دي انا مش يعني ايه؟ كفايه تعرف ان عميد الشمس كلها ثلاث كاميرات، الباقي ثلاث كاميرات. عميد الشمس كلها ثلاث كاميرات، بس مكتوب اعلى من واحد. خلصنا الاختبارات، جه يوم العمليه بالليل. يوم العمليه بالليل، ليله العمليه يعمل ايه بقى؟ ياخد مهدئات عشان زمان ما يحط ايه اللي هيخرب عينيه الصبح. خلاص؟ الصبح اصل ما بيننا وما بين نفسنا ما بنروحش العيان، الفيكتم بتاعك اهو يا دكتور يلا خش تاكل. ده الفيكتم بتاعك اهو، ده كده نوع نوزع الفيكتم على بعض. كل واحد ياخد الضحيه بتاعته ويخش ايه؟ يشتغل بقى. فالعيان بالليل يوم العمليه ياخد ايه؟ ياخد مهدئات وياخد فرن شرجيه. ليه بقى العذاب ده ليه؟ عشان لو حبينا في اي لحظه نبنيكوا جنرال يبقى جاهز. عارف ان اي واحد بيبنك جنرال لازم تكون مالكم ايه؟ مالكم فاضي. خلاص؟ ساعات العيال اللي اضطرينا ان احنا نحس بور المحترم عشان يجي تحت العملية يترعى. يترعى بقى ايه؟ اصل احنا دلوقتي ان شاء الله مقصص هاجم قصر. هاجم كي نار كهرباء مش عارف ايه؟ يترعى. تيجي يتحرك لازم يبقى نحوله لايه؟ نحوله لجنة. فهمتني؟ اه والله يعني دلوقتي لما في بلاد ليزل يتحرك بيخر الدم بيعمل ايه؟ نجيب بتاع صغنن كده تكوي. ايوه. ليه يطلع على فكره احتياط؟ هو احتياط. اه والله. يعني اللي عملت بوز ولا كده كنت بتسوي ريحه شوك هو عيال حرقت منهم ولا الجن على ذكر ريحه شوك مشهور على معاناه الكسرك واشهر معاناه الليزك اشهر مشهور على تطلع فيه الليزك بنشيل سلاك ونشتغل بالليزر. الليزر هو ده اللي بيشيل من القرنيه بتاعتك بيعمل ريحه شوك. اه والله تفضلي فاكره الريحه دي لمده سنه. المهم طب يوم العمليه الصبح نديله علاج جنرال وعلاج لوكال، نديله دايناموك ومانيتور، لسه قايلهم النهارده. انا قال الضغط العين ليه؟ انا دلوقتي انا حتى لو مفيش جلوكوما يا جماعه دلوقتي انا بعد شويه افتح العين دي عشان اخش اشتغل على الايه؟ على الليفر. ما احبش افتح العين الا لو ضغطها واطي. ما احبش افتح العين لو ضغطها عالي او ضغطها نورمال. ليه؟ لما بفتح العين انا لو ضغطها الى حد ما عادي بيحصل صادم دروب، يعني بتلاقي اللون اللي فوق يطلع بره فجاه عشان مش بتحس كده. خلاص؟ يبقى لازم اشتغل على عين ضغطها ايه؟ ضغطها واطي. وانا اديله برده مهدئات ومش عارف ايه، انا بحب اعمل الحته الاخيره دي بقطع الغرف. كاتنج ذا ريس. ليه؟ لكن لما تغير الاقي الغرف بتاعتي تاخد مين معاك؟ الريموف واحده تقلب فيها واعرف بقى. فوسط المرات بتلاقي طول ايه؟ الريموف. واهم كل ده يا جماعه اطراف التوسيع دي لازم تنساها باجل العمليه. انت الساعه اللي لازم مين؟ لازم مين يبقى وجع؟ البيوب عشان اعرف اشتغل. ساعات اجي يوم العمليه الصبح الاقي الممرضات نص نص يحط قطر التوزيع الاقي بص ولا البيوب عامل كده. اشتغل على اللينز ازاي ان شاء الله بقى؟ اجي العمليه. منين اقول قطر التوزيع؟ العين جاهز ومتوسع ووجه اقل حاجات اقل ضغط العين. وصلنا لمرحله ايه دلوقتي؟ هياخد ايه دلوقتي؟ هياخد البيل. خلاص؟ لو طفل او عيان ايريتابل هننيمه جنب دي مش قصتنا. شغل العمليه. هجيب له دكتور بيه. طيب لو هنرنمه لوكال في دكاتره بس دكاتره هيكون ميت. يقول لك ممكن بقطره بيه اعمل عمليه. دكتور قطره الاوزان يعني عمليه دي
دي 2000 جنيه تحط على الناس دي خدمه تسكو قبل الزي ده يعني حاجه الهدف كده ان في دكتور عقد واحده في الطياره هو اللي بيشتغل بايدي دي تسكو ولا انا قال عندك حركه مش مريحه يبقى يزود ممكن قطر الزي طبعا دي ما بتعملش اللي بيتعمل هي دي يحقق ان تكون الزي ورا العين يحقق الزي حوالين العين الاولانيه اسمها ريترو بلبر انستيزيا ازاي انا عين اهو يعني العيان في هنا جانجل مهم قوي اسمها السيلر جانجل ودي المصر على الاذن بنقوم داخلين بالحته كده ماشيين هنا كده اهو احنا جايين هنا هنا احقن الرنج هنا بصوا يا جماعه المصر عامله عليها مخروط اسمه مصر الكون انا بخش بالابره انسايد مصر الكون واحد عشان ابلغ مين عشان اعمل بلوك للسيلر جانجل السيلر جانجل دي مسؤوله عن حركه الاكسترا اوبرا مصر وعن السنسيشن طبعا انا عايز معاني حس ولا عايز الايه الاكسترا اوبرا مصر تشتغل لو انا دخلت بابره البين في المصر الكون دي بنسميها ريترو بلبا انا دي طبعا خطر ليه ممكن الدكتور يروح داخل فين لو انت كبير ممكن الدكتور يروح داخل فين في العين ممكن ده اخر حاجه ثانيه احسن شويه خلاص البين اهو في المصر الكون ولا اوتسايد اوتسايد وبالديفيوزر بيجي ده بعد شويه يخش ويوصل يوصل لمين نبتدي نجيب اسمها بيري بلبر انستيزيا يبقى البيري بلبر انستيزيا اوتسايد ذا كور الريترو بلبر انستيزيا انسايد ذا كور سؤال جه بقى جه في الامتحان اللي فات قال لهم الريترو بلبر انستيزيا بتبني جميع النيرفز ما عدا ايه في نيرف دلوقتي لسه ما بنبتدي وهبنيه بخطوه لوحده لوحده لو انا بنفك كل ده المصل بتتحرك والعم بيحس بس دي حاجه ثانيه هتلاقي ان انا شغال انا مع عمليه من كده عمال يدور على عينيه بايه؟ الاوربيكولاريس الاوربيكولاريس دي سبلايد الفيش في خطوه انا ببنج الاوربيكولاريس لوحديها ببنج الفيشيال لوحده ازاي نصطاد الفيشيال نيرف بقى؟ ممكن تصطاد الفيشيال نيرف هنا عشان دي عند النيكوف زمانتوس تروح تلاقي تجيب ابره كده تحمي بنج هنا عند النيكوف زمانتوس اسمها اوبرنز ميتس اوبرنز ميتس او شوف النيرف هو داخل عند الايه؟ هو داخل عند المصر اجد الفينج هنا عند مين ابره هنا كده وابره هنا كده عند اللاترال كانسر ما بلنت ميتو المهم في خطوه عشان ابلغ مين لوحده الفيشر او الاوربيكول خلاص طيب في حته هو كده الفينج اللي هنا اللي هو ده البري بره لا عند بره عشان يا جماعه الفينج يوصل للجانجيوم بسرعه ممكن ازود على الفينج على الزيلوكين ازود على يعني قبل الحقنه الزيلوكين اللي هو ايه البنك وكمان شويه هيالي يورونيدين الهيالي يورونيدين بيساعد الديفيوزر فتلاقي البنج يوصل بسرعه للايه؟ للسيلرينج بس هو هتزود الهيالي يورونيدين او بلاش على فكره ما بتستخدموش خالص بخاف ليه؟ لما الضوء يزيد قوي ان الهيالي يورونيدين مش يوصل للجانجيون تلاقيه يوصل كده حتى كده وصل للايه؟ للمخ والعين المخ يعني لو تقلت ايدك في الهيالي يورونيدين العين هيسيح البنج مش هيوصل للسيلرينج هيوصل للايه؟ للمخ اللي هي مهمة كاملة أنا عن نفسي بدي حقنة دي حقنة ده ريترو بلبر زي على السيد على البلدية بديها كده هنا كلش بقيب إيه بقيت 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 هنا ورا الإيه؟ ورا العين واحد ما ملاقي نفسي ما هي نفسي خبطت بالمصل وعديت بالمصل شوية واحد يبقى أنا كده بالمصل إيه؟ كوم وبدي ابن إبرة هنا عند الإيه؟ عند النيكو ده هو السبب خلاص؟ في حاجة بقى أحدث يقول لك احقن البنج هنا كده يعني فين؟ في الاي دي حاجه حديثه اسمها انترا كاميرا انا دي انترا كاميرا انترا كاميرا يعني انسايد انسايد تحت البنج انسايد ده اي دي حقنا البنج داخلين على ايه دلوقتي؟ على العمليه يعني انترا كاميرا يا جماعه انا شرحت العمليات عشان الانترا كاميرا الانترا كاميرا يا جماعه عشان اخدهم انا هشطب بس هشطب بس يا جماعة انت رجمت راح تطلع مستوى انت رجمت راح تطلع كلها نروح يعني ولا ايه نروح العمليات القديمة التي لم تعد تستخدم لانت رجمت انا عندي برنس انا عندي برنس بفتح هنا ركز معايا بفوت اشيل اللينس كلها كلها بالايه كمان الكامبو البرنسبل هيتذاكر
the complete removal of the lens within its capsule. الباقي هنصب عليه لحد كم كلمة كبسول ووقف. Complete removal of the lens بالكبسول دي الانترا كبسول. طيب دي مين اللي جنبها دي؟ بص اللي جنبها دي دي انترا كبسول ودي اكسترا كبسول. بص بقى هيفتح هنا وهيخش اول خطوه يطلع مين؟ الانتيرو كبسول. يبقى اول خطوه كبسولته وبعدين يلاقي مين؟ نيو. يشيل النيو. اقول لكم ازاي الحته الجايه بتشيل النيو. هيشيل النيو بعد ما يشيل النيو يبقى باقي مين؟ كوركس. ينقطف الكوركس ازاي بقى عليه بقى؟ يبقى انتيرو كبسول فاضيه وايه؟ وانتيرو كبسول يبقى حاجه اسمها كبسول ارباك. هي دي البرنسه بتاع عمليه الاكسترا كبسول. كبسول بشيل نيوكس وبشيل الكورتكس وبليه بارت من الانتيرو كبسول وكل الانتيرو كبسول. الجزء من الانتيرو كبسول وكل الانتيرو كبسول اسمه كبسول ارباك. ايه دي في الكبسول ارباك؟ اقدر ازرع عدسه جواها. فالكبسول ارباك دي اقدر ازرع جواها ايه؟ عدسه. خلاص؟ بالنسبه للانترا كبسول معادش لا indications قليلة او قليلة او indications قليلة او امتى نعمل انترا؟ فاكرين يا جماعة لما العدسة لما تلملكة كده هتعرف تفتح الكبسول؟ لا مش قدامك غير انك تشيل العدسة كلها. يبقى لما اللينس تبقى طب اكتيفيتي لازم اشيل اللينس انترا. فاكرين اللينس لما تبقى هايبر ماتيور كاتراك كان الكبسول كده ايه؟ تك ما اقدرش اقطع فيه. خلاص يبقى في الهايبر ماتيور كاتراك بنعمل انترا كاتراك رقم 3 بتاع الانترا. يبقى ما عملناش بنعمل انترا غير في انديكيشنز قليله جدا. ما عملناش بنعمل انترا غير لما الاقي اللينس متلخلخه او الاقي فيها ايه؟ هايبر ماتيور. طبعا يا جماعه دي هنطلع على الكلام مفيش حاجه اسمها انديكيشن اكسترا كاتراك. هي الايه؟ هي الاداه. هي الاوبريشن اوف تشويس. هي الاوبريشن اوف تشويس. تمام؟ قلت لك كله مش عارف صح ولا لا؟ شوف حاجه. بص بقى كمان الاوبريشن ده ادفانتج. ايه الادفانتج بتاع؟ هتشطب هنا ولا تشطب هنا؟ بالظبط كده. انا هتشطب الادفانتج دي وناخد الديس ادفانتج ونشطب على ده. قولوا لي بقى الخلاصه اعرفوا هم عايز ايه؟ عايز عيوب دي ومميزات دي بس كده. على فكره انا شرحت عيوب دي ومميزات دي صح كده؟ شرحتها كده والله. انا هنا في فتحه كبيره هنا في فتحه صغيره. الانترا كابسول انا هشيل اللينس كلها مره واحده صح؟ هشيل اللينس كلها مره واحده عشان اشيل اللينس كلها مره واحده. المنظر ده عامل ازاي من قدام؟ ادي العين كده وادي الكورنيا كده. بفتح العين كده يا جماعه من اهو لحد هنا اهو. بفتح انا كبيره هنا كده عشان بص شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ عشان اطلع اللينس من خلال هذه الفتحه الكبيره. يبقى من عيوب عملية الانترا كابسول انا بفتح العين اول الساعة 3 لحد الساعة 9 اول الساعة 3 لحد الساعة 9 عشان اطلع اللينس كلها زي ما هي. يبقى عيوب دي رقم 1 لارج انسيشن فتحة كبيرة هنا ادعي اهو بفتح فتحة اصغر شوية. لان الفتحة دي هطلع مين بس؟ مين طلع بس هنا كده؟ طبعا مين؟ النيو. طيب لما بشيل اللينس كلها يا جماعه اقدر ازرع عدسه بسيط شامبر هتقع فين؟ في البيت. في عيب هنا كمان ما اقدرش ازرع بوستيريو شامبر اي او اس في دي لان انا شلت الكبسول. في عيب فظيع بقى طالما انت شلت الكبسول مين ما عادش قدامه حاجز؟ البيت. تبتدي البيترس يطلع قدام كده. يبقى العيب رقم 3 في هاي انسيدنس اوف بيترس برولاتس.
الفيتر تطلع لقدام والفيتر لما يطلع قدام يعني مشكلتين الفيتر لما يشد لقدام بص كده ممكن يشد مين معاه مين مالك كبير دلوقتي شدك معاه لما يطلع لقدام كده الريتنا معاه لما يحصل فيتر فوران ممكن يحصل ار دي الريتنا هتتفتح لما الريتنا تتشد يحصل ضغط فيتر زي الريتنا تنفع لما الريتنا تتشد ضغط فيتر زي الريتنا لما تتشد تنفع يطلع منها اكس راي يتجمع على المكل يعمل ايه؟ يعمل ماكلر إديمة ممكن الماكلر إديمة تبقى عبارة عن سيست يعني سيست مليانة كل شوية سيست مليانة إديمة يعني سيستويد ماكلر إديمة نرجع مع بعض الفتحة هنا لارج مش هقدر أزرع عدسة بالشمبر لما الفترة تطلع لقدام هيعمل ريتينال ديتاتشمنت وهيعمل سيستويد مثلا دي من الفكره هيطلع لقدام هيشوط الريتم ار دي هيشوط عضلات بيتز الانفلاتي هتبقى ايه يطلع منها ايه تتجمع كده وكده وكده تعمل تيست نسميها سيستويد ماكر الكلام ده كله من غير ليه؟ تعرف تزرع العدسه بتتشاف الفتحه بتاعت العين صغيره الفكره مش هيحصل له بروناس لان مين في سكته الفكره؟ اذا خدت عيوب ايه والمميزات دي خلاص؟ الاكسس كلها بتاعت الانترا بتاعتها بتاعت الانترا كلها بتاعتها ناخد الاكسس بتاع الانترا بقى الاكسس بتاع الانترا وخلاص الانترا ولا ايه؟ الانترا دي عليها دي محدش تعرف الاكسس هناخد دلوقتي الاكسس بتاعت الايه؟ الاكسس مفيش حاجة لما تأخر يوم مفيش حاجة كل يوم مطلعته بدري مفيش حاجة لما تأخر يوم يا جماعة أنا عايز أسألكوا سؤال في كورس في العالم كتوب تاخدوا الحصة بتاعة غير عندي؟ الليت ريتراكشن عن طريق حاجة اسمها ايس بيك ريكوجنايز في جهاز سلك سلك بص بروح مركبه كده يروح شد الليت كده بص معايا اسمه ايه؟ ايس بيكر بيعمل ليد ريتراكشن ركز بقى معايا في جهاز ايس بيكر بيفتح الليد ويضغط على ايه؟ تفهمه؟ استخدم بريتنج ايس بيكر ولا نون بريتنج؟ نون بريتنج يعني نعمل ليد ريتراكشن باي نون بريتنج ايس بيكر فتحنا الايه؟ العين خلاص؟ هتحب تعمل عمليه عن الفتحه يعني هتعمل الاوبننج بتاعها احنا اتفقنا ان نعمل فتحه والفتحه كانت بالقمر ايه؟ صغير تحب تعمل فتحه هنا؟ 12 عند الساعه 12 طب وبعد ايه؟ عشان اعمل الفتحه عند الساعه 12 انت عايز العين ده ايه؟ افضل اللي تحت ولا اللي فوق عشان تشتغل؟ عشان تشتغل انت فوق عايز العين كل عمليه بسيطه اللي تحت ادي العين اهو انا عايز العين دي بصه لتحت خايف ان مين تخليها تبص لفوق زيرو رينج اه يبقى لازم الجم الغي الاكشن في زيرو رينج ترجع في زيرو رينج تروح واخد وقت فيها غرزه تمنع الحركة بتاعتها. من اللجام سبيرو ريكتر. سبيرو ريكتر بريدل سوتشر. بريدل يعني لجام. ايه الفكرة؟ انا عايز العين دي تفضل قصة لتحت. To keep the eye looking down. واحدة واحدة. فتحنا العين بايه؟ بالسكر. اللي بيضغط؟ اللي بيضغط. خلينا العين تبص لتحت. لجمنا مين؟ سبيرو ريكتر. طيب. انا عايز افتح بقى هلاقي مين هنا اهو مغطيه جزء من الليمبر كونجكت طيب انا عايز افتح هنا يبقى لازم رقم واحد او الخطوات ارفع مين دلوقتي من سكتي كونجكت طيب الخطوه اللي بعد كده كونجكت طيب الفلاش هسالكم سؤال تاني كونجكت طيب الفلاش بعد الساعه كام؟ فتحنا كونجكت طيب افتح النقطه اللي بعديها رقم اربعه نفتح مين بقى دلوقتي؟ اهو نفتح مين؟ بص افتح مين دلوقتي عند الليمبر طبعا اليوم الواسع متوسع. يبقى النقطة اللي بعد كده هنعمل انسجن عند الليمبر، تطلع حضرتك عند انهي ليمبر؟ الابر ليمبر ولا اللور ليمبر؟ الابر ليمبر. طيب المهم ده يبقى بتاعتك من هنا تلاقي مين قدامك عايز تفتحها؟ عايز تفتح مين دلوقتي؟ عايز تفتح الانتيور كبسول. في طريقتين لفتح الانتيور كبسول، لو دي كده كورنيا والجول متوسعة كده، الجول متوسعة. خلاص صباعي هنا يبقى دي مين؟ الانتيور كابسول والكورنيا بروح داخل بقاله
كويس عباره عن سرنج الانسولين وباقي رقم ثاني ثاني سرنج الانسولين لما تيجي الجزء بتاعها بنسميها سيستوم. في طريقتين بقى سيستور يروح داخل بالابره من الكورني يلاقي نفسه فين دلوقتي بص المدخل لا نفسه على فين دلوقتي عشان كده سور يروح يعمل ايه يعمل اوبننج كده 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 ليه مش كده بالايه بالقلم مع كده 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 ويروح وقفهم ببعض يا انتوا الكبسول اتفتحت بطريقه كده اهو عامله كده ومين اللي جوه ده الكبسول الفتحه اللي قدامكم الريجولار دي اسمها ايه بقى انا فتحت الانتيور كبسول بطريقه الريجولار بنسميها كام اوبنر ميثود كام اوبنر ميثود تبقى الفتحه سيركولار بس نيبل سيركولار بس ايه بس مش هشرح خلاص ما كان اوبنر ميثود. طيب فاكرين لما بنفتح الكبسول بطريقه راوند وجميله كده وريناها لكم الحصه اللي فاتت اسمها كابسول ريك تبقى الفتحه سيركولار بس ايه بس سموث يبقى اقدر افتح الكبسول كده الريجولار او نيبل واقدر افتحها ايه سموث. المهم ان انا فتحت الكبسول الاله اللي بعمل بيها دي هي هي الاله اللي بعمل بيها دي اسمها ايه سيستوم. فكنت لما اعمل كده اروح اخش في السيستوم اروح راجعه في الكبسول كويس يعني هم زي مدرب كده اروح راجعه في الكبسول وافضل الف بيها ده كده زي ما وريتكم الحصه اللي فاتت في الفيديو. فتحنا الكبسول بعد ما فتحنا الكبسول هنلاقي مين بقى عايزين نشيلها مين الكيل عايزين نشيلها دي النيو. وصلنا لخطوه delivery of the new ازاي تشيل النيو الطريقه القديمه اسمها النيوكليس اكسبريشن عصر النيوكليس تعصرها ازاي تجوالك ولا العينات بنجيب قلتين اله عباره عن معلقه صغيره كده واله ثانيه عباره عن حته حاليه منوره كده الاله دي اسمها كيوريت والاله اللي تحت اسمها سترابيزمس هوك. سترابيزمس يعني حول كويس وهوك يعني هوك الاله ده هي لما بنيجي نعمل عمليات الحول بنشتغل على المصل بنروح قافشين الايه المصل بيها يبقى نستخدم قلتين اله اسمها كيوريت واله اسمها هوك. اضغط بالكيوريت عند الساعه كام؟ عند الساعه 12 واضغط بالهوك عند الساعه كام؟ الساعه 6 خد بالك ما تضغطش بالاثنين مع بعض لو ضغطت بالاثنين مع بعض العين هتلاقيها هتبقى هيحصل فيتر يعني لو الاله ضغطت كده ما بنعملش بريشر بنعمل كاونتر بريشر يعني نضغط بليد نريح نضغط بليد نريح نقعد نضغط كده نضغط دي ونريح دي ونقعد نلخلق الله اكبر في مين في العدد انت بص تلاقي العدد ولا تطلع بص ايوه يضغط من هنا ويضغط من هنا لحد ما ايه بطريقه معينه كده اسمها اكسبريشن او العصر اللي هي مين بدات تطلع لي نيوكليس اروح شايلها كده على الايه؟ على المعلقه وايه؟ ونطلعها هي الصوره دي شايلها على فكره شايلها اضغط من هنا واضغط من هنا لحد ما مين تطلع النيوكليس اسمها طريقه عصر النيوكليس طب خلاص طريقه عصر النيوكليس بضرب بايه عند الساعه ايه وبايه عند الساعه ايه؟ بكوريت عند الساعه 12 وبهوك عند الساعه 6 لحد ما النيوكليس تطلع خلاص النيوكليس طلع تاني مين جوه؟ مين يبقى اللي جوه ده؟ الكورتكس. فاكرين الاله انها تو ويف في ويف متوصل بجهاز محلول وفي ويف متوصل بترينجر اسمها ايه دي؟ اسمها اي ايه الريجيشن سبايريشن. اقدر بالاله دي اشفط الباقي بقى اشفط الايه؟ الكورتكس. يبقى عرفنا ازاي نخرج النيوكليس وبعد ما تخرج النيوكليس بنعمل ريموفال اوف ذا كورتكس باستخدام الاي ايه. على فكره الطريقه القديمه لاستخراج النيوكليس اسمها نيوكليس اكسبريشن. في حاجه احسن بقى دلوقتي جهاز الفيكو اللي انا وريتكم لو وريتكم الحصه اللي فاتت جهاز الفيكو كان النيوكليس جوه ايه؟ فاكرها جوه النيوكليس جوه ايه؟ بجيب جهاز عباره عن بروف كده هم دخلوا من الاوبننج بتاعته بيطلع الترا سونيك ويف. الترا سونيك ويف دي بتقعد تدقدق في النيوكليس لحد ما تحولها للدود وبعدين اشفطها. ايه رايكم احسن حاجه انا مش محتاج كده بقى مش محتاج فتحه كبيره لان انا مش هطلع النيوكليس زي ما هي انا حاولتها الاول لايه انا بدخل البروف من هنا جهاز سونار بيطلع اصلا سونار بتقعد تدقدق في النيوكليس
تحولها للفلويد. And this fluid can be removed through small incision. اقول لكم التفصيل الحصه اللي جايه دي. انا قلت لكم فيديو المره اللي فاتت اسمها عمليه الايه الفيكو ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفاي يعني يدوز. انا هدوز النيوكليس الاول. ممكن استقطر النيوكليس يا جماعه في العصر. ممكن استقطر النيوكليس ان انا ادولها الاول بالايه بالفيكو او ممكن ادولها بالليزر. اجيبوا لي دول للحصه الجايه. هسالكم سؤال بقى بعد ما شلنا النيوكليس وبعد ما شلنا الكورتكس حط ايه هنا بقى اقول ايه انتيرو تشامبر ولا بوستيرو تشامبر. حط لك الاي او ال فين دلوقتي يبقى ناو اي كان امبلانت بوستيرو تشامبر اي او ال. وبعدين ايه في الجرح ده بقى يبقى كلوزر اوف ذا وند. ماشي يا جماعه ثانك يو.